بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنحاول أن نعالج الوضعية رقم 4 الواردة في كتاب الفيزياء للجيل الثاني للسنة الثالثة من التعليم المتوسط من الصفحة 92، وسندرجها في محطة تعلم الإدماج أو ما يسمى بالإدماج الجزئي. إذن فبدون إطالة، مع نص هذه الوضعية المعنونة برابعا أو رقم 4، البحث في قيمة مقاومة مجهولة لناقل أومي. نص هذه الوضعية كالآتي: نزع عبد الله وعمر 3 نواقل أومية من مذياع قديم لإعادة تدويرها بعد تحديد قيمة المقاومة الكهربائية لكل منها. وجد ناقلين أوميين اثنين حلقاتهما الملونة واضحة، ولكن الثالث حلقاته ممحوة أو غير واضحة. الأمر الذي دفعهما إلى التفكير في إيجاد طريقة لمعرفة قيمة المقاومة للناقل الأومي الثالث. اقترح عبد الله أن يركب الناقل الأومي في دارة كهربائية بسيطة مع مولد دلالته 12 فولت وقاطعة، ثم يقيس شدة التيار الكهربائي المار بالناقل الأومي. هذه فكرة عبد الله. بينما اقترح عمر أن تركب المقاومات 3 على التسلسل مع المولد، وتقاس بعد ذلك شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية، وهو ما فعله. فوجد E تساوي 1.6 ميلي أمبير، وهنا نلاحظ بأن هذه القيمة مقربة بالزيادة. من خلال الحل سنكتشف ذلك. يقول في المطلب الأول أو المهمة الأولى: اكتشف أو ناقش فكرة كل منهما وساعدهما على إيجاد قيمة المقاومة الثالثة، يعني قيمة الناقل الأومي الثالث بالإجابة عن مايل. إذن يقول: باستعمال طريقة شفرة الألوان، جد قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين 1 و2 الممثلين في الصورة، اشرح فكرة عبد الله بحيث أنه استعمل العيار 0.5 أمبير، فأشار مؤشر الأمبير متر إلى التدريجة 82 على سلم ذو 100 تدريجة، جد شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية. ثم بعد ذلك تستنتج قيمة مقاومة الناقل الأومي ثم تلون حلقته. هذه فكرة عبد الله. إذا نناقش فكرة عبد الله أولا ثم ننتقل إلى فكرة عمر. إذا في البداية نجد قيمة المقاومتين الممثلتين ونسجلهما كما هو معنا في الجدول. إذا لاحظ بأن المقاومة المقترحة في الصورة 1، يعني المقاومة رقم 1، عليها 3 حلقات من اليسار إلى اليمين. نعتبر هذه الحلقة الأولى حمراء إن لم نقل برتقالية، المهم اخترنا اللون الأحمر. هذه بيضاء، والثالثة سوداء، والرابعة ذات لون ذهبي كما ورد في النص. إذن هنا بينا القيم: الأحمر قيمته 2، والأبيض قيمته 9، بمعنى لدينا 29، والأسود قيمته 0، يعني لا توجد قيمة لهذا الشريط، فبالتالي تكون المقاومة الإجمالية هي 29 أوم زائد أو ناقص 5% لوجود الشريط الذهبي، يعني خطأ أو دقة القياس هي 5%. إذن هذه بالنسبة للمقاومة الأولى. المقاومة الثانية بنفس الطريقة، نلاحظ أنها تكون كذلك من 3 شرائط هي كالآتي:
البنفسجي هو الأول رقمه 7، ثم يليه الأخضر رقمه 5 بمعنى 75، البرتقالي 2 بمعنى 10 قوة 2، تصبح لدينا القراءة الإجمالية هي 7500 أوم زائد ناقص 5%. إذا دقة القياس هي 5%. نمر إلى فكرة عبد الله. إذا فقلنا عبد الله اقترح أن نوصل المقاومة المجهولة R بمولد دلالته 12 فولت ونربط معه مع التسلسل جهاز الأمبيرمتر لنقرأ شدة التيار. حينما نقرأ شدة التيار يمكننا أن نطبق قانون أوم في ناقل أومي الذي درسناه سابقا. إذن فيمكننا أن نجد قيمة المقاومة ومن ثم نستطيع أن نلون هذه المقاومة بالشرائط الموافقة للقيمة التي وجدناها. إذن أولا شدة التيار الكهربائي كيف نجدها؟ رأينا أن الشدة تساوي القراءة في العيار على السلم، وهو أعطى لنا هذه المعطيات لنوظفها، حيث أن تي إي أي شدة التيار تساوي القراءة 82، العيار 0.5، السلم 100، فكانت شدة التيار هي 0.41 أمبير. إذا الناقل الأومي بمعنى يعني ببساطة لكي نفهم الفكرة، هذا الناقل الأومي حينما طبقنا عليه توتر 12 فولت مر فيه تيار قدره 0.41 أمبير، ومن ثم ببساطة نجد قيمة مقاومة الناقل الأومي. قلنا بتطبيق قانون أوم لناقل الأومي الذي نصه E يساوي R في E، يعني التوتر بين طرفي المقاومة يساوي قيمة المقاومة في شدة التيار. من هذا القانون استنتجنا قيمة المقاومة، أي أن R يساوي E على E، أي المقاومة يساوي التوتر بين طرفيها على شدة التيار المار فيها. نطبق عدديا، R يساوي 12 فولت على 0.41، فإننا نجد بالتقريب R يساوي 29.27. إذا نقربها بالمدور بالنقصان نبقيها 29 أوم. إذا مقاومة هذا الناقل المجهول حسب فكرة عبد الله يجده يساوي 29 أوم. نقوم الآن بالتلوين، تلوين الناقل الأومي. إذا لدينا ثلاث شرائط، الشريط الأول بما أن القيمة هي 2، الشريط الأول يكون بالأحمر، الشريط الثاني بما أن القيمة هي 9 يكون بالأبيض، الشريط الثالث يكون 0. هنا ليس فيه شريط رابع لدقة القياس، يعني إذا عرضنا هذا بالنسبة لتلوين الناقل الأومي وإيجاد القيمة حسب الفكرة التي اقترحها عبد الله. نمر إلى إذن قلنا نمر إلى فكرة عمر، يعني كيف يرى الحل. إذن هو قال نوصل المقاومات الثلاث على التسلسل مع مولد دلالة 12 فولت وأمبيرمتر ونقيس شدة التيار، ثم بعد ذلك بدلالة شدة التيار نجد المقاومة الكلية للدارة RT التي درسناها كذلك، المقاومة المكافئة أو المقاومة الكلية لمجموعة مقاومات على التسلسل، هذا رأيناه في الدرس. إذن وبعد ذلك نحن نعلم قيمة المقاومة R1 وقيمة R2، نستطيع أن نجد القيمة R المجهولة، قيمة الناقل الأومي المجهولة بالطرح، R تساوي RT ناقص R1 زائد R2، يعني هذه فكرة عمر. ومن هنا يعني لما يجد قيمة R يستطيع أن يلون المقاومة بالشرائط المناسبة. إذن نشرح خطوة خطوة الفكرة. قلنا أولا كما هو مبين في المخطط يركب المقاومات الثلاث على التسلسل كما نلاحظ. اثنين يقيس شدة التيار المار في هذه الدارة الكهربائية، ثم يطبق العلاقة المتمثلة في قانون أوم في دارة كهربائية ذات نواقل أومية على التسلسل E يساوي RT في E، ومن هذا القانون يستخلص
أو يستنتج القانون الثاني لحساب شدة التيار إي يساوي، ومنه يعني من هذه العلاقة نكتب إي تساوي إ على إر تي، أي القوة المحركة على شدة التيار. إذا لما يطبق هذه العلاقة لاحظ معي جيدا، هنا عوضنا عن كل طرف بما يساويه، لدينا شدة التيار إي تساوي القوة المحركة 12 و المقاومة R1 يعني هذه وجدنا قيمتها 2700 على معذرة، يعني من أين أتينا بـ 7500؟ المقاومة الثانية 7500 أوم، 7500 أوم اللي هي المقاومة الثانية، المقاومة الثانية زائد المقاومة الثانية التي وجدناها بالتقريب 29، يعني هذه 29 أوم زائد آر 3 هي التي نبحث عنها. إذا 12 على هذا المقدار آر تي يعطي لنا إي، ومنه هو أخبرنا بالقيمة إي كم وجد، قال عندما استعمل وجد القيمة إي، إذا القراءة على الجهاز وجد إي، لأن في الحالة هذه يعني إذا كان ما ليس لدينا إلا نستطيع حل هذه المعادلة بمجهولين، إذا القراءة على الجهاز ماذا نفعل؟ الشدة تساوي القراءة في العيار على السلم، نحن لسنا بحاجة إلى الشدة لأن الشدة أعطاها لنا في التمرين وقال لنا تساوي 1.6 ملي أمبير، إذا نطبق ومنه نستخرج قانون القراءة، هو قالنا أوجد القراءة، إذا لا علينا، القراءة تساوي، لاحظ القراءة تساوي الشدة في السلم على العيار، القراءة تساوي الشدة في السلم على العيار، ونجد يعني في هذه الحالة الأمبير متر سيقرأ لنا بالتقريب ثلاث تدريجات، يعني يقف مؤشره بين التدريجة الثالثة والرابعة بحيث يكون أقرب إلى التدريجة الثالثة، فبالتالي قربناها وكتبنا القراءة تساوي 3. ننتبه قراءة وليس الشدة، يعني التدريجة التي يقف عليها المؤشر هي 3 وهي الموافقة بالتقريب للشدة التي أعطيت لنا تساوي 1.6. قلنا هذه 1.6 ملي أمبير هي مقربة بزيادة، من المفروض نجد 1.588 ملي أمبير. إذن بعد ذلك يطبق قانون أوم في دارة كهربائية ذات مقاومة كلية RT. إذن من هذه العلاقة السابقة سنستخلص قانون لحساب RT، أي من هذه العلاقة هذه سنستخرج هذه العلاقة RT تساوي القوة المحركة على E. إذن القوة المحركة موجودة وشدة التيار معلومة، قال لدينا بالتقريب 1.6 ملي أمبير، إذن نستطيع أن نجد RT المقاومة المكافئة للمقاومة الثلاث. إذن لاحظ أننا قلنا هنا أخذنا القيمة بشكل أدق، يعني لم نأخذها مقربة إلى 1.6 ملي أمبير، وتلاحظ بأننا حولنا إلى الأمبير لكي نجد القيمة بالأوم. إذن 1.588 ملي أمبير أو التي هي بالتقريب 1.6 ملي أمبير حولناها إلى الأمبير، يعني قسمنا على 1000. إذن 12 على هذا المقدار يعطينا المقاومة الكلية للمقاومات الثلاث. لماذا يا جماعة أخذنا القيمة بالدقة، يعني لم نأخذها مثل ما أعطاها لنا؟ لأن لو أخذنا 0.0216 يعني 1.6 ملي أمبير سنجد RT تساوي 7500، و 7500 هي فقط قيمة هذه المقاومة، معناها هاتان المقاومتان مهملتان تساويان الصفر، وبالتالي هنا سنجد أنفسنا في إشكال، لا نستطيع معرفة لا R1 ولا R3. إذن لهذا أخذنا هذه القيمة كما هي، فنجد الحاصل كالآتي، يعني حينما نحسب المقاومة RT نجدها RT تساوي 7556. ما معنى هذا RT هاي؟ انتبه معي، يعني هذه القيمة المقاومة الكلية هي عبارة عن قيمة هذه المقاومة 2 زائد 1 زائد 3، 2 و1 معلومتين من المطلب الأول، يعني أنجزناهما، واحدة قيمتها 7500 والأخرى 29، نستطيع أن نستنتج R3 بسيطة جدا. إذا يستنتج قيمة R3 بتطبيق العلاقة التالية،
ار 3 تساوي ار تي ناقص ار 1 زائد ار 2 نطبق عدديا. ار 3 يساوي 7550 ناقص 29 زائد 7500. سنجد بالتقريب كذلك ان المقاومه ار 3 تساوي 27 اوم. اذا ما دام وجود المقاومه تساوي 27 اوم، يستطيع الان ان يلون المقاومه بالشرائط. اذا مثل ما ذكرنا قلنا ان الاي هنا تساوي 1,588 ملي امبير، ونحولها الى امبير فتعطي لنا 0,0518. اذا يقوم بالتلوين كالاتي. اذا فالشريط الاول ما دام وجد قيمه قدرها 27 اوم، الشريط الاول بالاحمر، الشريط الثاني بالبنفسجي، والشريط الثالث يضع له العلامه صفر. اذا هذا بالنسبه لفكره عمر، وبالتالي يكون قد حدد ولون. يعني تلاحظ بان القيمتين متقاربتين، الاول وجد 29 والثاني وجد 27. لماذا وجدنا هذا الاختلاف؟ لان شد التيار التي اقترحت في التمرين، يعني القيمه 1,588 ملي امبير او 1,6، هي قيمه مقربه، وبالتالي يحدث هذا الاشكال. يعني لو اعطى لنا قيمه صحيحه بالتمام ما كنا نقع في هذا الاشكال، وربما نجد المقاومتين متساويتين. اذا بعد ذلك نمر الى الاسئله المواليه. قال هل وفق الولدان في تحديد القيمه؟ نعم وفق الولدان في تحديد قيمه مقاومه الناقل الاومي الثالث. السؤال الثالث، ما هي المقاومه التي تجعل المصباح يتوهج بشكل اقل؟ اذا بمعنى هو في السؤال قال لنا اذا ركبنا مصباح مع احدى المقاومات الثلاث كل واحده على حده، يعني مره ناخذ المصباح نركبه مع المقاومه الاولى، ثم نركب المصباح مع المقاومه الثانيه، ثم نركب المصباح مع المقاومه الثالثه، ما الذي او في اي حاله يكون توهج المصباح اقل؟ اكيد عندما نركبه مع المقاومه الثانيه، يعني التي وجدناها 7500 اوم، يعني هذه مقاومه كبيره. هاتان المقاومتان امامها مهملتان، يعني لو قسمت مقدار هذه المقاومه على هذه المقاومه ستجده في رتبه 0.0 كذا. نفس الشيء بالنسبه للثالثه. اذا حينما نركب المصباح مع هذه المقاومه التي دلالتها 7500 سيكون توهجه ضعيفا. هذا ان توهج يكون توهجه ضعيفا. لماذا؟ لان كل ما زادت المقاومه في الدارة الكهربائية كلما قلت شدة التيار. في حين أننا لو ركبنا المصباح مع إحدى هاتين المقاومتين ستكون الإضاءة نفسها تقريبا، لأن القيمتين متقاربتين 29 27 لا نلاحظ الفرق في الإضاءة للمصباح بين الحالتين. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.